والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه. حلقة النهاردة هنتكلم عن الإجهاد الحراري في الصيف، ازاي نقاوم الإجهاد الحراري والطرق اللي ممكن نستخدمها عشان نقاوم الإجهاد الحراري في الصيف. الأرنب في الصيف ده الإجهاد الحراري، اهو بص على الأرنب، اهو الأرنب، تحس إن الأرنب بينهج، الأرنب عمال ينهج، الأرانب تحس إن الأرانب بتنهج، لأن النهاردة الجو حر جدا. طبعا شايفين شكل الأرنب، الأرانب دي الأرانب الفطام، ده واضح عليه جدا الإجهاد الحراري. نشوف بقى نتعامل معاه ازاي، هنتعامل مع الإجهاد الحراري ده ازاي. هيبقى أول حاجة أنا بعملها في مكاني، لازم المكان اللي موجود فيه الأرانب يكون مش حر، مش حر، لأن المكان اللي أنا حاطط فيه برضك يعني مظبطه، علو العلو داخل على 6 متر أهو، العلو 6 متر، فتحات التهوية أهي، بس طبعا حاطط سلك على كل فتحات التهوية عشان ما يخشش فيران، لأن لو دخل فار هيخلي الأرانب ممكن تاكل ولادها. الارانب لو خلوهم قطه او دخل فار او اتعامل معاهم تبدا الارانب تاكل ولادها، وده غلط على الارنب لان الارنب بيخاف. يبقى اول حاجه المكان المناسب اللي هتحطوا فيه الارنب خلال الصيف، تاني حاجه هيبقى لو في امكانيه مروحه، انا عندي مروحه اهي، مروحه شغاله، ثم شغال المروحه برضك ترطب على الارانب، وما تبقاش برضك لعالي قوي ولا كده عشان ما تجيبلهمش لتحت قوي. تاني حاجه هنعملها عشان الإجهاد الحراري، ان احنا ممكن نجيب البخاخه بتاعت الرش ونحط فيها يود او ميه عاديه، يود او ميه بس خفيف خفيف كده، مش ايه ده بيعمل لهم، بيعالج بيعمل لهم انتعاش كده ولا حاجه. في طريقة تانية برضك هنقول عليها، ثواني بالظبط، ده اهو البرميل، نجيب الازازتين ده البرميل اللي بحطه في المية اهو، نجيب الازازتين اللي فيه ونحط ازازتين اهو تلج، ازازتين تلج اهو في قلب الميه، خلي بالكوا الحوض لازم يبقى نضيف على طول، شايفين اهو لازم الحوض نضيف باستمرار عشان الارنب الميه ما تجيبلوش امراض، لان الميه اسهل حاجه تجيب امراض. كده حطينا الميه الازازتين التلج كده، وين ايه نزود بشويه ميه كمان بس قليلين عشان الميه تبقى مناسبه برضك للحر. المحركه دي بعملها مره الصبح ومره بعد العصر يوميا، انا باخد الازازتين احطهم في التلاجة على ما يتلجوا، يعني مرة الصبح ومرة بعد العصر بيكونوا تلجهم، برجع اخد دول احطهم في التلاجة تاني وارجع احطهم كده. المية اللي بتنزل للارانب بتكون ساقعة كده، الارنب اول ما دي كده بتواجه
بتواجه الجهاد الحراري وتواجه الصيف بالطريقة دي. أنا عشان كده بشغل الأرانب عندي في الصيف وما يهمنيش ليه، اللي التهوية عالية والمساحة عالية، يعني شايفين الأرانب موجودة، فيش ضغط، فيش مساحة، في تهوية حلوة، في تهوية اهو، في تهوية حلوة، مكان في نفس الوقت بعيد عن الدوشة، مفيش دوشة للأرنب، وتلاقي الأرنب خلاص يعني. شوف الأرانب بدأت تتحرك أو بدأت تلعب اهي. الجهاد الحراري كان مخلي الأرانب مش عارفة تتحرك من اهو، شايف دخلوا على المية اهو، في أرنب دخل على المية بزازة وبدأ يشرب اهو، والأرانب بدأت تتحرك وبدأت تلعب اهي. كده واجهنا الإجهاد الحراري في الصيف، واجهنا حر الصيف، والأرانب بدأت تتحرك اهي وما عادتش حاسة الحرارة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وكان معكم أخوكم عماد أرانب الجنرال. نستأذنكم بقى عشان ندعم تدعمونا القناة باشتراك، تفعيل الجرس ولايك، وشكرا لكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة قادمة إن شاء الله.